اخصائيه التغذيه المتخصصه بالقولون العصبي والفود ماب دايت ايمان حسام محمد. اهلا وسهلا بيكي معنا في لايف ستايل. اهلا وسهلا. اهلا فيكم. اهلا فيكم كلكم. طيب ايمان خليك معاك ونعرف الجمهور ايش هو القولون العصبي وايش هي اعراضه. القولون العصبي هو مشكلة وظيفية في الأمعاء بتصيب ناس مرة كثير. من ضمن الأعراض الأكثر شيوعاً زي الانتفاخ، زي ألم البطن، زي مشاكل في حركة الأمعاء زي الإسهال، الإمساك أو الاثنين مع بعض. إيمان، هي يعني أنا عايز أقول لك عشان بس نبقى فاهمين الموضوع، هو الأعراض دي عندي دلوقتي حالاً، فأنا مهتم جداً نسمع بقية الأسئلة والإجابات منك. يلا منكفي لكن اوكي. ايمان بيقول انه في ارتباط بين الصحه النفسيه والقولون العصبي، كيف ممكن القولون العصبي ياثر على جوده حياه الشخص اللي بيعاني منه؟ اكيد. ليش؟ لانه الشخص اللي بيعاني من القولون العصبي بيكون عنده خلل في التواصل بين الدماغ والامعاء. بمعنى انه اي حاجه بتصير او بتصيب الشخص نفسيا حتاثر على الاعراض وحتخليها تزيد، والعكس صحيح، لأن الشخص اللي كمان بيعاني من القولون العصبي بيكون حاسس بخوف، حاسس بتوتر، ضغط، خصوصاً أن الأعراض حقت القولون بتكون يعني بتتغير مع الوقت، ممكن كمان بتكون مفاجئة يعني بتجي على فجأة، خصوصاً أنه كمان القولون العصبي هي مشكلة مزمنة، يعني إذا جات للشخص حتكون معاه دائماً، عشان كده الشخص المصاب به بيكون حاسس بتوتر وكذا. فضروري إنه إحنا نحط الحالة النفسية كمان في الاعتبار. أوكي، طيب ليه اخترتي تركيز؟ أنا لسه بجمع إيه الأعراض اللي عندي واللي مش عندي، هقول لك في الآخر. أوكي. ليه اخترتي تركيز مهمتك لمساعدة النساء بشكل خاص للتخلص من أعراض القولون؟ لأنه غالباً هم النساء اللي بيكونوا مهتمين أكثر بصحتهم، هم اللي بيجوا المختصين أكثر ودائماً هم اللي بيسألوا وكده. عشان كده يعني هي مجرد نظريه، يعني هو مو صحيح، لان القولون العصبي بيصيب الرجال والنساء يعني الاثنين مع بعض. اوكي. طيب ايمان، ليش تشخيص القولون العصبي احيانا ياخذ فتره طويله من الاخصائيين، وكمان في بعضهم بيعجز اصلا انه هو يشخص اذا الشخص هذا كان مريض بالقولون العصبي ولا لا؟ صح. لانه مشكله القولون العصبي انه ما فيش مشكله عضويه في القولون، يعني الامعاء بتكون سليمه، هي مشكلة وظيفية بس، فما هو موجود. يعني لما الدكتور يسوي التحاليل يطلب من الشخص إنه هو يعمل الفحوصات اللازمة، بيكون الشخص ما عنده أي مشكلة، فبالتالي الدكتور يستبعد المشاكل العضوية زي مثلاً مرض سيليك الكونز أو القولون التقرحي. التحاليل والفحوصات وكده ممكن تطول، فعلشان كده يعني ممكن أن الشخص يأخذ فترة على ما يتشخص مزبوط. صح. طيب شو هي أبرز الأخطاء الشائعة أو الخرافات عن القولون العصبي؟ أكثر الأشياء اللي أنا بشوفها أنه أنا لازم أتجنب الجلوتين، لازم أتجنب منتجات الألبان، لازم ما أكل كده، دي المعلومات كلها ما هي صحيحة. أو اللي مثلا يجي يقول لك لازم أخذ السبليمنت المعين علشان صاحبتي قالت لي عليها، أو العشبة الفلانية اللي أم فلان قالت لي عليها، دي المعلومات ما هي صحيحة. لازم إحنا نأخذ المعلومات دي من أشخاص مختصين، لأنه مو كل منتجات الألبان بتحتوي على لاكتوز عالي. والبروتين هو عبارة عن بروتين، إحنا ما عندنا مشكلة منه، إحنا عندنا مشكلة من الفركتان اللي هو بيزيد الأعراض.